اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. النهاردة معانا الكبدة الشرايح. الكبدة الإسكندراني كلنا عارفينها، عملناها سندوتشات وعملناها بالتومة. النهاردة جاي على بالي أعمل كبدة بني بالدقة. يعني إيه كبدة بني بالدقة؟ هنشوف تفاصيلها. أهم حاجة عندي الكبدة تكون شرايح وما تكونش فيها عروق، عشان نعملها بانيه بالرده والبقسماط. هنجمع ما بين رده وبقسماط عشان ناخد شريحه بانيه لطيفه وجميله، وبعد ما تتقلي هنشوف نعملها ازاي بالدقه. دي قصه طبعا وحاجه جديده هنشوفها مع بعض ازاي. معانا النهارده بمناسبه الايس كريم، وطلب مننا ايس كريم الزبادي. هنعمل النهارده الايس كريم بالزبادي والمستكه، يعني طعم الزبادي هياخد المستكه. اضافه مني انا بقى هنضيف له البسكويت. في الايس كريم لما يكون فيه قطعه من البسكويت اللطيفه مع طعم المستكه مع طعم الزبادي اكيد هيودينا في حته تانيه وما نحسش بجو الحر خالص. معانا النهارده المفاجاه برضو، ونطلب مننا من خلال السوشيال ميديا رموش الست. يا رموش الست هنعملك ازاي النهارده؟ مقاديرها في متناول الجميع. بتخلط ما بين مقدارين من الدقيق والسميد الناعم بنسب مختلفة. هنشوف نعمل ازاي رموش الست النهاردة ونسقيها شربات او عسل. تفاصيل في الحلقة بتاعتي، بساطة سهولة مرونة، ودايما اقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. مطلوب مني اعمل دلوقتي ايس كريم الزبادي بالمستكة. ده يتعمل ازاي يا عم الشيف؟ ده مهم جدا واحنا مع بعض كده شغالين. اول حاجة بسيح المستكة. حلو، ده مهم جدا عشان اخد طعم المستكه في الزبادي. يبقى انا باكل زبادي او باكل ايس كريم بطعم المستكه والزبادي والحموضه بتاعه الزبادي والمقادير على الهواء. جو الصيف وجو الحر محتاج التغيير في عمل الايس كريم، محتاج ان احنا نبدع في عمل الايس كريم. حلو الكلام. تسخن الطاسه، ايه الاخبار؟ زي الفل اهو. واخد المستكه فين؟ تعالي يا مستكه يا حلوه يا شربطه. شوف الشيف المغازة هيعمل ايه بقى. ديول شويه سكر هيتكرملوا معايا. في حاله الكرمله بنزل بثلاث فصوص مستكه، هم دول. شكرا، وبالراحه بقلبهم كده. هناخد الخليط ده يا عم الشيف على الزبادي. بسله بيحب الحاجة بيقعد يبدع فيها ويبتكر فيها ويتفنن فيها ويوصل لمرحلة الإبداع فيها. بدأت أشم ريحة الإيه؟ المستكة مع كرملة السكر. هو ده الكلام. شوف الحلاوة دي، شوف الجمال ده كده. هاخد الحلة دي كده، دي اوعي خلي بالك فيها سر. كرملة السكر مع المستكة، شقاوة. يلا بينا، يلا بينا. هيروح على فين دول؟ يلا مع بعض اهو، رايحين على الزبادي. يلا رايحين على الزبادي، يلا بينا. ده الزبادي بتاع الايه؟ الايس كريم. ننزل بوم هنا كده. الله عليك، هو ده. قبل ما يتكرمل السكر، شفت؟ هو ده الزبادي هنا تحول لحاجه تانيه خالص. نقلبه. وبعدين المستكه لما تنزل مع الزبادي مع الكراميل، محدش قال لي ليه حطيت سكر. الفلاسفه ما سالوش ليه حطيت سكر، حد يقول لي ليه؟ عشان المستكه تاخد طعم الكرمله في الطعم، ما تبقاش دايبه. اكل لك تبقى عامله زي طعم السكر في قلب الايه؟ في قلب الزبادي. الله عليك، وفي قلب الايس كريم. خدتوا بالكم انا قلت ايه دلوقتي؟ محدش خد باله والله. والله اللي بقوله ده علمي يدرس. تاني، المستكه لما حطيتها مع السكر هي في قلب الزبادي دلوقتي عامله زي الخرز زي السكر. لو انا حطيتها وهي دايبه هتدوب. لو حطيت سكر معاها كده السكر هيدوب. فانا عايز احافظ على الكرمله والتست بتاع المستكه وانا باكل الايس كريم مع البسكوته، فتبقى في رذاذ. الرذاذ ده يجي منين؟ ذوبان المستكه مع السكر. ده العلم بقى، دي الفلسفه، دي وصول مرحله الابداع. ما سبتش المستكه تدوب لوحدها، ممكن كنت دوبتها في معلقه زيت او معلقه زبده وحطيتها وخلاص وخلص الكلام وحاجه نقلتها وشكرا. لا، لازم يكون في علم هنا. الزبده قصدي المستكه دوبتها مع سكر اتحولت لكرمله، نزلت بالكرمله دي في قلب الزبادي. حاسس بيها في قلب الزبادي. زي الفل كده، انا خلصت. تعالوا نكمل موضوع الايس كريم ده بسرعه علشان ايه مطلوب ان احنا نعمله. هنجيب الدورق بتاع الايس كريم، بس لما اجي نشتغل في الايس كريم بقى لازم نغير كل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مهم جدا بتعملي حلويات ما تنسيش
انا كان عندي اهم حاجه بس ان انا اوصل لحضراتكم ازاي فكره عمل الايس كريم بالمستكة والزبادي، ان انا اوصل لمرحله ازاي ادوب المستكة واحطها مع الزبادي. واعتقد اللي جاي سهل، كل اللي انا هعمله دلوقتي هاخد الكريم شانتيه احطه ادوبه مع الزبادي والحليب المركز وخلصت الحدوته. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كريم شانتيه، بنجيب البودر نحط عليه حليب مثلج، معلقتين حليب بودر، طلع معايا الكريم شانتيه. ننزل بالزبادي المخلوط بالمستكة ونقلبه. الله، ده المفروض يتحط كمان في الديب فريزر شوية يتجمد. ايس كريم الزبادي بالمستكة، كريم شانتيه بقى طعمه طعم مستكة دلوقتي وزبادي. انا بقى بحب البسكويت بقى ده كده. الله، ونقلبهم. المفروض انا هقول لحضراتكم المفروض ايه هنا وانا هعمل ايه دلوقتي عشان احنا على الهوا. ده يرجع تاني للديب فريزر بعد ما نحطه في كاسرولة، عشان لو هتعمليه النهارده بالله عليك انا حابب اوصل لك المرحله دي عشان الناس اللي سالت. بنجيب الكاسرولة دي كده، خرجنا الجميل اهو، ده يرجع الديب فريزر تاني يا ست الكل يا امي. شايف البسكويت فيه ازاي؟ وبعدين يتعبى في قلب الكاسات ويتقدم بعد مرحله التجميد. الله، مستكه مع بسكويت مع زبادي، لو لفيت محلات الايس كريم اللي في الدنيا كلها مش هتلاقي الطعم ده. ممكن تلاقي ايس كريم بالمستكه بس مش بالخبره الطهويه دي. زي الفل. ده المفروض يتعبى في كاسات بس انا مش هعبيه دلوقتي لان المفروض يتجمد شويه. رموش الست بالشربات، كبده بانيه، عملنا نوعين بالدقه ونوع من غير دقه، وعملنا الايس كريم الحلو لحضراتكم بالزبادي والمستكه. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.